صباح الفل يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده اعمل شويه حاجات جديده هنا باذن الله، توضيبات يعني، ترويق، تنظيف، انا بظبط كده يعني حته حته كده، ايه ابتدي اجهزها واظبط الدنيا واظبط الكركبه اللي على الجنب دي. انا عايزها تبقى مهندمه، هي لو فيها كركبه بس يوم ولا ايه يا حبيبي؟ انت كل ده انت مش عايزني يا جماعه؟ قول لي صباح الفل يا فنزات. صباح الفل يا جدعان، عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ كويس، وننظف الدنيا مع بابا ونخليها يا ولا. هنعمل ايه النهارده؟ عايزنا نعمل ايه؟ جدعان عارفين هو ايه؟ عارفين ايه بابا؟ لا ده لسه مش دلوقتي. جدعان على فكره عارفين ايه ده الكيسه دي اللي بابا جايبها؟ في حاجات حلوه كتير. ماشي، يلا روح اشوف. يلا يا جماعه شوف كده هنظبط ايه؟ ومعاكم باذن الله. صباح الفل يا فنزات، نهاركم زي العسل. الساعه 7 الصبح، عامل انا ايه بقى؟ جاي كده عشان الساعه، مولع شويه ويلع صغيرين هنا اهو، دفي شويه ويلع صغيرين. ومن المطر امبارح الدنيا بقى ايه، اللي طرطر واللي ببل واللي استحمى زي ابو احمد استحمى، واللي جاله برد جاله برد. فان شاء الله هعمل حاجه جديده. امبارح كان عندي كام صاحب هنا قاعدين، اول ما الدنيا مطرت دخلوا جري على الاوضه، والاوضه من غير سقف، دخلوا جري الاوضه، قال لك ايه هنخش جوه عشان المطره، طلع الاوضه من غير سقف. فان شاء الله احاول اعمل اعرشها باي حاجه، واعمل عشه للفراخ عشان الندى ما يحلش جسمهم كده ولا حاجه، واظبط بقى. قولوا يا رب. بصوا يا جماعه، جذع الشجره اللي في الاوضه اللي انا عملتها، بصوا عامل ازاي، انا عايز اطلعه عشان عالي عن الارض. بصوا، فانا مش هعرف اجيبه طبعا من تحت، فانا من البلطه هاخده على اخره كده على اول التراب بالبلطه، ايه هطيره واديله شويه جاز عشان ما يطلعش تاني، عشان ايه اظبط الاوضه دي. ونيجي هنا بره معلم قاعد بيتدفى هنا برضو، ايه كده بحاول برضه اشيل الخشب الشجر اللي كانت هنا دي، طبعا انتوا عارفين انا فحت لها. وان شاء الله هظبط الدنيا، حاول البهدله، وبعمل بانيو للبط هنا وبظبط يعني. والله العظيم انا مش عايز اسيبها لا مزبله لا مطربه لا معفنه، عشان الدبان والحشرات والنظافه والشكل والتصوير ونفسنا وراحه الطيور والكلام ده. بس انا فحت لهم حفره، حاطط البانيو طبعا، هطلعه اغسله واظبط حواليه واعمل لهم زي عرضات كده يقفوا عليها عشان ما يتزحلقوش. معامله البني ادمين بقى. خير، اظبط ايه الكانون اهو، نديله رم، هنعجن عجن الطينه عشان نسد له باب، همحره بالطينه واعمل فرن جنبه كده، وبقطع خشب وحاطط هنا شوية خضرة على علف على عيش كده، مظبط حب الحاجات كده. جبت الغلق ده يا جماعة، جبت الغلق ده امبارح، الغلق عارفين الغلق.
Thank you.
مش ولا مش